اهلا بحضراتكم. والفقره الاخيره من حلقه اللادي هي فقره كل اسبوع يوم الاربع، وهي استراحه قرانيه في ضيافه الدكتور جمال عبد الستار الامين العام لرابطه علماء اهل السنه. اهلا يا دكتور. مرحبا بيك استاذ محمد. انا بادئ يعني دخلت اذاعه القران الكريم، الدخله اللي عملتها دي يعني دخلت حد مذيع ديني صح؟ يا ريت تيجي اذاعه القران الكريم. اه ماشي، بس انا دخلت مذيع ديني دلوقتي، يعني انا باين عليا الاداء كويس يعني. لا ما شاء الله لا قوه الا بالله. الموضوع بقى اليقين. نعم. انا كنت قلت من حضرتك اول الحلقه زمان، اول ما بدانا الحلقه دي، ان الاستقرار وحش، وان الانسان لما يستقر جسديا بيجي له قرحه فراش، ولما يستقر فكريا بيجي له ركود وتعفن. وده احنا شايفين ما شاء الله العالم العربي بيعج بالناس اللي حامله شهادات كبيره او صغيره بس استقر من زمان وقفل على عقله. هل اليقين ضد او هو الفكره المنافيه للاستقرار؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي الكريم. ثم اما بعد، اليقين لن يصل اليه باستقرار، اليقين لن يصل اليه الا بمصارعه الافكار ومصارعه الخواطر ومصارعه النفوس ومصارعه الاهواء، لن يصل اليه بسهوله ويسر، ولكنه سيحتاج إلى عمل ضخم وإلى معونة من الله كبرى حتى يصل إلى هذا اليقين. وبالتالي ليست أكلة تؤكل أو موقف يؤخذ، ولكنه صراع كبير قال عنه ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا بكل صور المجاهدة. لذلك لما أعطانا الله تعالى حواس أمرنا أن نقوم بأن نبذل بها ونعمل لها، ولذلك حينما تعطلت تلك الحواس قال لهم: قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مستحيل يصل الإنسان إلى اليقين وهو راكد، وهو غير متفكر، وهو غير متدبر، وهو غير قارئ، وهو غير مصغي، وهو غير رائي لما يرى للكون وآيات الله في الكون. لن يصل إلى اليقين إلا بعد أن يبذل الجهد الكبير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني حضرتك مع تتفق مع أبو حامد الغزالي لما قال: من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر سيبقى في متاهات العمى. فارق كبير بين الشك العلمي التحليلي البحثي وشك العقدي عند جموع الناس. أهل العلم وأهل الفكر وأهل الريادة لابد أن يعيد النظر في ويراجع الأمور حتى يكون على بصيرة. عامة الناس عليه أن يقتدي بعالم أو يقتدي بمفكر من يثق به. قال ربنا سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأني ما ينفعش يا أستاذ محمد أعطي لواحد سكينة وأقول له: أنت حاول تلعب بيها زي الرجل اللي بيلعب بيها في السيرك ولا غيره، ولا حاول تقطع بيها زي الجزار ما بيستخدمها، أو أعطي له قلم أقول له: إيه اكتب زي الكاتب ما بيكتب. أريد أن أقول هنا: العالم عليه أن يتدبر، وعليه أن يفهم، وعليه أن يترك التقليد ويأخذ مباشرة من النصوص. العام له أن يقلد من أهل العلم من يرى صلاحه. طب وأنا ما نفرض أن أنا معتبر نفسي عالم؟ إذا اعتبرت نفسك عالم لا ضير، خذ بالاسباب وابذل جهدك. تمام. طيب يعني بس انا بالراحه واحده بالراحه واحده. اوكي، واحد هيقول لك: انا بصلي واصوم وتمام زي الفل ومؤمن بربنا، ما حاجاتي الى اليقين؟ طب ما انا عندي يقين اصلا. هو عندك يقين دي قال له ايه سيدنا حارثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف اصبحت يا حارثه؟ قال: اصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يتعاورون فيها. قال: عرفت فالزم. فلكل قول حقيقة. تعال قل لي من دلائل ومن علامات إنك أنت عندك يقين أن تكون فيما عند الله أوثق إليك مما في يدك. لا دي معقدة الجملة دي شوية، أفكها. انت في جيبك كام؟ كتير. في رصيدك كام مثلا؟ كتير. كتير. ان تكون فيما عند الله اوثق مما في يدك.
تبقى اللي عنده ربنا ليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الشاة وتصدق بها كلها، السيدة عائشة قالت ايه؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها ولم يبق الا ذراعها مثلا او الا ايه حاجات بسيطة منها. قال بل بقيت كلها ولم يبقى ولم يفن الا ذراعها. الجزء اللي هناكله ده اللي راح بالضبط، ده بقيت، ده اليقين ان يكون فيما عند الله اوثق اليه مما في يده. لما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين تعطر المال وهي تتصدق به وتقول انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير، تتكلم عن يقين. عمير بن الحمام رضي الله عنه في غزوة بدر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فالعمير واقف في المعركة ومعاه شوية تمر عشان يتقوى المعركة، فبيسأل نفسه يقول ليس بيني وبين الجنة إلا أن آكل تلك التمرات فأقتل فأموت، والله إنها لحياة طويلة. لسه يقعد انتظر كل ده، وألقى التمرات ودخل المعركة وقاتل وقتل ودخل الجنة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. ده اليقين. اليقين لما تذهب الأسباب وتضيع وتجد نفسك ثابت ومتيقن والعدو خلفك والبحر أمامك، قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا موسى بالمزمة كانش عارف يحصل إيه. أيوه. قال كلا إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة، هم في الغار وفوق رأسهم لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا يا رسول الله، قال لا تحزن إن الله معنا. خلصت. ده يقين. اليقين ده ببساطة جدا، لما واحد في قصة كده رمزية بيقول ركب الطائرة والطائرة حصل لها مطبات هوائية وجنبه طفل قاعد يلعب على الجهاز في الطيارة، فالراجل مفزوع جدا مرة واثنين وثلاثة والطفل قاعد يلعب مش مهم. فبيسأله لما استقرت الأمور أنت ليه مش فزع من الهزات دي والمطبات دي والقلق والناس كلها قلقت؟ قال له لأن اللي بيقود السيارة والدي. فهو يثق في والده فاطمأن قلبه. تعالى تاني، الأستاذ محمد ناصر مثلا رجل فقير، ده مثلا يعني، ومش لاقي ما معهش فلوس خالص وعمال يتعامل مع الناس مش راضي يتعاملوا معاه، يسلفوه ما بيسلفوش، بيتعامل مش خالص، فهو منكور وسط الناس ما معهش حاجة مسكين. فجأة جات له رسالة انه عمه ولا والده ولا ايه اللي كان قاعد في لندن مش عارف ايه مات. لا هو في البرازيل دايما. في البرازيل دايما يعملوها في السينما. عمي في البرازيل مات فجبت التوب. فلما فقالوا له انت جالك خطاب رسمي انك انت ورثت 2 مليون دولار. قال لهم خمسه. خمسه احنا حد بيعد ورانا؟ كويسين. 5 مليون 10 مليون. فالاستاذ محمد اللي كان قاعد حزين مهموم استبشر. وفي الخطاب بيقول له اجراءات احنا عندنا الاجراءات بتاخد وقت شويه فانت بعد سنه هنسلمك الشيك. يقعد السنه انت مطمن مع ال فالسنه دي ايه بقى؟ سعيده هيستلف عليها. السعاده بالغه والناس تغيرت معاه. ايوه. وهو اتغير معاه وعلى حساب السنه دي بيشتري وبيبيع وبيخطب وبيبيع وربما بيتزوج وعايش كل حياته وما خدش حاجه. اذا كان يثق في ثروه ولا في ميراث في البرازيل بعد سنه فحينما يثق فيما عند الله يكون اكثر طمأنينة. طب خليني اقول لك حاجه يا دكتور، مره بس نحكي الحكايه دي للناس يا عملي. مره كنت راكب عربيه بجو ومسافر من المنيا للقاهره. فالسواق نام وكان في الفجر. فانا كنا راكبين في الكرسي الثاني انا وصديق ليا. صديقي ده اللي قاعد معايا ده بارد جدا جدا ثلاجه، انا راكب مع فريجيدير جنبي. والسواق انا شفته بينام وراسه بتخبط في الازاز. وقعدت متوجس طول الطريق انه في حاجه هتحصل حاسه، الراجل عمال يروح كده ويجي كده. وفجاه انا قلت انا وصاحبي بقول له على فكره هنعمل حادثه هنتقلب في الترع كده هنموت. وهو قال لي والله ده بص الراجل والراجل يخبط في الدركسيون وراسه تخبط في الازاز. وانا اقول له من فضلك يا حاج افتح الازاز اللي جنبك عشان يتهوى كده. فهو صاحبي ده عمال يضحك يضحك يضحك، فصاحبي عمل حاجه غريبه جدا، كنا في الشتاء.
راح قال لي بص بقى، قلت له هنعمل ايه؟ طب ما نوقفه وننزل في الطريق وخلاص. راح جاب البلوفر بتاعه ورفعه على راسه كده صاحبي، وراح عمل كده خبى وشه وقال لي بص انا مش دعوه باللي بيحصل. انا فضلت يعني قلقان قلقان لحد ما فعلا عربيه واقفه قدامه، فانا عمال اقول له العربيه واقفه العربيه واقفه، راح دخل فيها زي السهم تراك، دخلنا تحت العربيه. انا طبعا شفت المنظر يعني، فانا متوتر جدا ونزلنا كلنا على الارض، اللي تعور تعور واللي مات. المهم نزلنا على الارض وقفنا كده، فلقيت صاحبي ده ميت من الضحك وقال انا مش قلت لك خد وشك وخلاص. انا السؤال بقى، ما هو احيانا البردين والبولا ده بيبقى عنده يقين؟ لا هو ده مش يقين. امال ده ايه؟ ده برود. طيب ما هو البرود ممكن يوصلك ليقين. لا فرق كبير جدا. ايه الفارق؟ البرود لا مبالاه يعني، في احيانا بعض طيب بس وصلنا سوا وما تعورناش سوا الحمد لله. لازم طيب بس هو ايه وانا ايه؟ لا في فرق. هو ده اذا كان منبعه ايمان، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا ما كانش منبعه كده. انا بقول لك الا اذا كان منبعه ايمان واحتساب ويقين خلصت. لكن هو لا مبالاه. في ناس كده تخرب تعمل، مش واحد بينتحر وعارف ان ده مضر بيعمله ويشربه وبياكله وكده، وفي ناس بتعمل حركات مجانين في الالعاب، الواحد بيعرض نفسه، ناس بتطلع يعني ارتفاعات ضخمه جدا بيلعب في الاخر وممكن يموت، يقع يموت بسهوله قوي يعني. ففي نوع من لا مبالاه بس نتيجه واحده. نتيجه واحده بس فرق كبير، فرق بين اليقين. الفرق بقى اليقين يحتسب ما تركه عند الله تعالى فهو لم يترك شيئا، لأنه مش عايش هنا، مش عايش هنا، هو عينه كلها على النعيم اللي هناك، على الرضا اللي هناك، على الطمأنينة اللي هناك، على السعادة اللي هناك، على الساعة اللي هناك، على الجنة اللي هناك، على الرضوان اللي هناك. فكل حاجة تروح منه شايف بديلها هناك، فما فقدش حاجة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا ضاعت منه فلوس فيقينه بيقول له إن ربنا عنده خزائن السماوات والأرض ما تقلقش، مش هي كل حاجة دي. فإذا خسرت في مشهد يعني هو مؤجل الفرق، بس إنه مؤجل ليوم القيامة، لكن التاني البارد مش مأجل ولا حاجة. خلاص في ناس كده عندها طولها زي عرضها زي بيقولوا كده. أيوة. مش همه أي حاجة. هو ده كده. ده مش يقين، دي لا مبالاة. والمسلم مش عندوش لا مبالاة، المسلم عنده مسؤولية حتى عن نفسه. يعني لما تكون أنت عندك، أنت صاحي، أنت كان يجب عليك توقف الراجل ده، ومحدش يقول لك ان ايمانك ضعيف وضمنك فيه نقص وانت ما عندكش يقين. ده من اليقين ان تاخذ بالاسباب وتقول له لا انت ما ينفعش تبقى مسؤول عن الناس دي. وبالتالي هقول لك حاجه، لو انت متاكد انه هيعمل كده وانت ماشي وراه كان يجب عليك شرعا انك توقفه، والا انت تقسم انت كمان. ايه رايك بقى؟ لان ده منكر، اللي عمله السائق ده منكر، منكر يزهق ارواح الناس بالباطل وبغير حق، فكان يجب عليك انك انت توقفه شرعا. اقول له اقف يعني، ما فيش منكر اكتر من ايذاء الناس. طب اذا لقيت العربيه كلها عادي جدا يا عم الاعمار بيد الله، انا اتقال لي كده؟ انت بتقول اللي عليك، يجب عليك شرعا تقول. خلاص يا جماعه الراجل ده بينام كل العربيه قالت، بس بقول لك ايه يا ريس، خليك بس مع الله كده كل حاجه تمام. يعني انت كنت راكب منين؟ والله من المنيا القاهره. طب خلاص بعد صلاه الفجر اقول لك بعد الحلقه. ولبسنا تحت عربيه النقل، عربيه نقل واقفه، عارف العربيات النصر القديمه دي؟ لبسنا تحتها، سقف العربيه كله طار. ايوه بس انا قعدت اقول لهم يا جماعه الراجل ده يعمل حادثه، كله قال لك بس خلاص خلاص سيبك، خليها الله، خلي ايمانك قوي. طيب لا ما لناش دعوه ايمانك قوي، الايمان هنا يامرك ان تنهى عن المنكر، ده الايمان. اليقين يامرك ان تنهى عن المنكر، لان الناس بتموت هدر. يعني اللي كان فيه صديقي ده اللي حط البلوفر ده، لا مبالاه، وقعد ده نزل على الارض يضحك ويقول لي مش انا قايل لك من الاول خبي وشك والدنيا هتمشي كويس جدا. يعني ومشيت كويس جدا، هو اللي بيضحك وانا اللي بقيت مش قادر اوقف على الارض من التوتر. وما شافش طبعا هو حاجه بس سمع الخبط. انا قصدي اقول ايه؟ طيب ما ده يقين، يعني البارد ممكن يصل ليقين. قلنا لا مبالاه، لا مبالاه ده عنده نوع من عدم المسؤوليه، لأنه أنت أصلا مسؤول عن نفسك. يعني أنت ما ينفعش لا مبالاة على نفسك، ده أنت أمين عليها، لا يجوز أن تعرضها للمخاطر، لا يجوز شرعا أن تعرضها للمخاطر. طيب. لا يجوز أن تلقي بنفسك مش الناس للتهلكة. بس حضرتك بقى من شوية لما كلمتك على أبو حامد الغزالي قلت لي العلماء بس هم اللي شكوا والناس العادية تقلد. هو ده برضه عشان مش شك عقيدة، شك بحث. هي دي كأس، طب مين قال إنها كأس؟ طب دليلة ايه؟ ويجيب الأدلة المعتبرة وهو مرجعية. ده العالم، ده العالم واللي معاه أدوات
واللي معاه أدواته اللي يعرف يشتغل في الجزئية دي، المفكر اللي معاه أدواته العلمية والشرعية يشرح ويفكر. وربنا قال كده، قال للناس اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وقال للناس أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه كثير. ايوه بس افلا يتدبرون القران دي بقى مش للعلماء صح كده؟ للكل. للكل. لكن الناس لما هم بيتدبروا بقى، انتوا ليه عايزين تحولوها لكهنوت يا دكتور؟ لا لا. وتبقى انتوا بس اللي بتفكروا في الدين. لا، لما الناس تتدبر وما تفهمش بعض الحاجات، ربنا قال لهم ايه؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ربنا قال كده. معلش نعيد الآية تاني بعد إذنك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، مشكلة في أمن أو خوف أو طارئة، أذاعوا بيقعدوا يتكلموا فيها، ده إحنا حصل لنا كذا، ده إحنا يحصل لنا كذا، ده في مشكلة. ربنا بيقول إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول، حديث إذا كان موجود معهم، وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه يخرجوا الأحكام الشرعية وفق أصولهم. لكن فكرة إن الآية اللي بتقول ويفكرون في خلق السماء، إن في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء. هنا بقى مفيش علماء. لا ده كل المخلوقات، كل البشر. طيب كل هنا بقى حضرتك بتقول أهم المعاني إن القلب يطمئن، بس أنت تختلف أن علم اليقين زي ما بيقول التعريف قدامي اهو، هو العلم الذي يجب على كافة المسلمين الإيمان به، ما ظهر منه وما بطن، ويتمثل ما ظهر منه في الأوامر والنواهي التي وردت على ألسنة الرسل. نعم. أما الأمور الباطنة تتمثل في الإيمان بالجنة والنار والحساب والصراط. ده تعريف مظبوط؟ اليقين في التعريف المختصر الشديد هو رؤية العيان بقوة الإيمان. ما ده كلام صوفي بقى، وإحنا نقعد بقى إحنا كلام صوفي، كلام رؤية العيان بقوة الإيمان. بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان كمان، عشان أكمل لك بقى. ما ده كلام بقى يعني نفهمه ازاي بقى؟ نشرحه. اليقين في الله سبحانه وتعالى، الرجل اللي هو هنقربها كده، الرجل اللي ورث ده مش اصبح وكأن الاموال معاه؟ أيوه. في سعادته وتصرفه. أيوه. اللي بيؤمن بالله ويتيقن مما يؤمن به اصبحت الاخره بالنسبه له مش علم، اصبحت يقين، اصبحت حقيقه. تمام. قال ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شوف ربنا يقول كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، ده العلم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم تسألون وزن عين. يبقى أنا عندي علم يقين وعين يقين وحق اليقين، وكل واحد فيهم درجات. في علم اليقين أنت مؤمن دلوقتي أن في آخرة. لا خلينا في عين اليقين. لا ترى قلنا الجحيم في علم وعين وحق. علم، خلينا نشوف علم اليقين. علم اليقين انت باختصار انت بتسمع ان في مدينه اسمها اسطنبول، وقرات عنها وقرات شفت تاريخها وشفت، فتعرف علم، عندك علم انها كده. جيت سافرت مره وجيت نزلت اسطنبول، بقى عندك عين اليقين، عشت في اسطنبول وعرفت تفاصيلها الدقيقه، بقى حق اليقين بالنسبه لك. تمام. العسل نفس الكلام، بتقرا عن العسل وفوائد العسل، بقى علم، شفته بقى عين، كلته بقى حق. وضحت كده؟ وضحت جدا. وضحت. دي بقى اسهل جمله انت قلتها دكتور النهارده. طيب دي. ماشي. طيب كلمة اليقين دي ومشتقاتها 20 مره في 14 سوره. نعم. منهم السوره اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي. ان اليقين ده يا اما ياتي حتى له الفاظ مختلفه في القران، هو معنى يعني انا مطمن ان ربنا هيكرمني، فاقول لك الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب. انا عندي قلق. نفسي يا دكتور، انا نفسي، ايوه انا نفسي بقى انا وانت نوصل لحل وسط القصه. حلو حلو خالص. تطمئن قلوبهم على ايه؟ بذكر الله. اي بذكر دي الوسيله. على ايه تطمئن؟ على ايه تطمئن؟ واحد قاعد دلوقتي عايز يستلف من سوسكا اللي قاعد ده، وقاعد عمال يقول يا ترى هلاقي عنده فلوس ولا مش هلاقي عنده فلوس. خلاص. مش كده هو الان قلبه متوتر اهو. طيب حلو. تطمئن بقى هنا معناها انه انا مطمن ان شاء الله هلاقي صاحبنا سوسكا ده عنده فلوس وهيتسلفني. الله يفتح عليك. والله انت رائع النهارده. الله يخليك. انا رائع طول الوقت يا دكتور والله، بس انت شاغل بالك. اليقين هنا يقين في الرزاق سبحانه وتعالى. أيوة. قال ربنا سبحانه وما من دابة في الأرض
إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فأنا مطمئن لقدر الله فيه. فأنا قاعد بحسبها، فبتقول لي هروح اسمه سوستا، سوسكا هو ما اسمه سوسكا بس انا ما اعرفش، انا بدل لا انا برتب كده بقول انا هروح اخد فلوس من سوسكا ده وشايل هم هيديني ما يدينيش. انا مطمن انه ما سيقدره الله لي هو الخير لي. قد يغلق باب سوسكا ويفتح لي باب الفتاح او يفتح لي باب الرزاق او يفتح لي لي. عندي في اثر جميل قوي كده يقول لك ابى الله ان يرزق عبده المؤمن الا من حيث لا يحتسب. أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. أنت يا أستاذ محمد كم مرة تبقى في إيدك حاجة في حياتك كده ومخلصها وخلاص خلصت في آخرها وهينتهي العقد أو ينتهي الاتفاقية أو ينتهي الشراكة كتير وفجأة تروح وتفتح لك باب ما كانش في خطتك تماما أحسن من دي 100 مرة كتير. وتقول الحمد لله إن دي ما تمتش. انت وانا وسوسكا وكل الناس كده، لان احنا بندعي على قدر ما عندنا من علم، والله يعطي بقدر ما عنده من عطاء سبحانه وتعالى. ولذلك ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ولذلك الطمأنينة لما قدر الله واليقين لكي لا تأس. مش هطمن ان انا هو هيديني قرشين، هو انا عارف ان هو لسه قابض عامل جمعية وقابض فانا مطمئن وبيحبني فانا مطمئن، مش ده الطمأنينة؟ لا انا مطمئن لقدر الله فيه. وما طيب. من دابة في الارض الا على الله رزقها. طيب يا دكتور، طب لو انا مطمئن ليه هو هل ده فيه اشراك بالله؟ هقول لك حضرتك، يعني لو قلت الواد ده جدع والواد ده عبقري، انت بعت لي حاجه على الواد عايز تقول لي يعني؟ طيب هقول لك هو مش هقول لي على حاجه انت اللي بعت لي يعني يا راجل انت رحت فين؟ يعني هل انا لو اطمنت ان هو اللي هيديني الفلوس ابقى انا كده اشركت بالله؟ مش لو اطمنت، لا اقول اشركت، لا اقول اشركت. يعني انا ما انا هحط لك حاجه اسهل من كده. انت وانا وناس كتير اللي بتقبض مرتبه اخر الشهر ما هو بياخد مرتبه وهو مغمض، حتى مش بيقول الحمد لله ربنا رزقني، يقول لك ده حقي لو حاجه زياده اوفر تايم ده رزق. لا هو طبعا طمانينه دي زي ما حضرتك قلت ركود. الراجل التاجر والراجل الراعي يعني. انا دكتور، دكتور جمال، احنا وانت ازعم ان احنا علاقتنا كويسه جدا الحمد لله، الحمد لله. انت وانا عارف انك معاك فلوس مثلا ان شاء الله ربنا يديك، وانا عايز منك فلوس، انا رايح مطمئن تماما انك انت هتديني فلوس تمام لو طلبت منك. طيب ليس شرك، ليس شرك. طيب الاطمئنان هنا بقى مش ده الاطمئنان اللي انا هقول لك انا بقى. الاطمئنان ايه؟ ان انا رايح وثقتي في الله المقدر وليس في محمد الصديق. ثقتي في الله المقدر وليس في محمد الصديق. فأنا ممكن أروح محمد الله حصل عنده ظرف، الله حصل عنده مشكلة، الله حصل عنده طارئ، الله جاب لي الوش اللي ما كنتش أعرفه. ما في ناس كده بتقلب الأحضان ما أقولكش ما يضحك معاك كده، لما تيجي تطلب مني حاجة ممكن تلاقي وش تاني. وأكيد أنت شفت كده. أنت تعرف إن حصلت معايا يا دكتور؟ والله العظيم واحد رزق قابلني بلديات يعني، والله كنا في شارع ما تقولش اسمه. طيب لا لو قلت اسمه روح في داهيه. وقال لي عايز فلوس، قلت له انا مش عايز. قال لي والله بس اطلب، قلت له انا عايز. قال لي والله عايز فلوس، قلت له. راح مطلع بواكي من جيبه كده، ليه يا جدع اطلب فلوس ده احنا اخوان. قلت له يا اخي مش عايز. قال لي طب بالله عليك لا تطلب. قلت له يا عم مش عايز عيب. قلت له طب عايز. قال لي والله مش بتوعي، رايح اديهم لحته. والله ما والله ما بهزر عشان اخلص. ففعلا هو على فكره صديق وجيد وكل حاجه، بس طلع لما طلبت منه الفلوس بقى راح وديها. انت بتشتغل على حساباتك، لكن لو بتشتغل على ايمانك ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك باحسن منه. انت مطمئن لقدر الله. الاطمئنان بقى اللي بذكر الله ده اطمئنان نوعه ايه؟ اطمئنان لقدر الله فيا بسلم، مش قاعد شيء. ما انت قاعد، انا اقول لك حاجه خالص، اجمع الهموم اللي عندك النهارده، اجمع الهموم اللي عندك واللي عندك واللي عندك، قول لي انا عندي 20 هم. طب لو قلت لك لو انت هتموت النهارده او انا هموت النهارده، كم واحد من دول يلزمني؟ هتلاقي 99% مش محتاجهم اصلا. فهو واثق لله سبحانه وتعالى. لا المثل ده يعني عايز الهدف منه ايه؟ ان انا بقول ان ايه؟ لا يعني همومي كلها اوانطه، يعني جزء كبير من همومنا أوانطة. انا مش بديلها. الرزق انا بشتغل لكن ربنا مقدر الرزق. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفه
ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو بطن أمه بعد 120 يوم بيكتب أجل ورزقه وشقي أو سعيد. ده مكتوب يعني رزق الله تعالى مضمون، وما من دابة إلا على الله، على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ده احنا لما نيجي نتكلم عن الرزق في القرآن هقول لك الرزق يبحث عن صاحبه أشد من بحث صاحبه عليه. طيب. لكن احنا فاكرين نفسنا اللي بنقود، ولذلك انت قاعد تحسبها ومهموم مش عارف تنام. أي. مش كده؟ مش عارف تنام، واعد هصرف مين، وتلقى واحد والله ودي شفتها شايل هم ولاده وهنصرف عليهم منين، ولما البنت تتخرج هجيب لها منين، ولما الواد في الحضانه ده يروح الثانوي هصرف عليه منين، ولما ربنا كرمه البيت والراجل ده مات ربنا وسع العيال اضعاف اضعاف ما كان هو عايش، لانه ما حدش بيسلك حد، نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقكم واياهم. التسليم ده بيخلي الانسان ملك، ليس لاحد من عليه سلطان الا الله سبحانه وتعالى. طيب بس برضو يا دكتور أنا ما أغلطش لما قلبي ما يطمئنش، لأنه سيدنا إبراهيم قال ربي أرني. صح؟ هو ما شكش. أمال إيه اللي حصل؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. ليطمئن؟ قال بلى. واحد بس علي، قال ألم تؤمن؟ يبقى ما شكش، هو مؤمن، هو عايز يرتقي من علم اليقين لعلم اليقين. بس أنا عايز أسأل سؤال في الآية دي يا دكتور. اتفضل. معلش يعني ممكن تدينا فكرة عن الآية دي من أولها؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلا من القرآن الكريم يا فندم. أيوة اسمعنا عشان نجيب. سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا لعلم اليقين وعين اليقين. فذكر هذه القصة على لسان إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بيدعو الله سبحانه وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى. طيب. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا تحقق الإيمان، ولكن عايز اخش على عين اليقين، عايز اشوفها. انا مؤمن ان في عسل، عايز اصدقه، عايز انا اؤمن ان في مدينه اسطنبول، بس عايز اشوفها. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ اربعه من الطير فصلهن اليك، اقطعهم ثم اجعل على كل جبل منهن ايه؟ جزء اقطعهم، وهذه الاجزاء خلطها في بعضها وغيرها، وكل جبل ضع عليه ايه؟ مجموعه منهم قطع يعني. ثم ادعهن ياتينك سعيا. فدعوهم فجاءوا كل ايه؟ كل طير كما كان، جمعت الاعضاء على بعضها البعض فصارت كما كانت، فشاف عمليه الاحياء قدامه بصوره كامله. طيب ده نموذج. سؤالي انا بقى. اتفضل. مش احنا عارفين انه سيدنا موسى هو كليم الله؟ نعم. وربنا كلمه على الجبل. وكلم الله موسى تكليمه. طيب امال سيدنا ابراهيم هنا ربنا كلمه ايه؟ وحي. ما احنا اتكلمنا في الوحي قبل كده معاك. ايوه بس هنا إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وبعدين خذ أربعة من الطير، يعني في حوار. لا أو الحديث هنا هو يعني مش حوار مباشر، وحي. وإحنا قلنا الوحي هنا بينقسم لقسمين. إيه دليلك على ده دكتور؟ الأصل لأنه التكليم المباشر بيجي نص مباشر. إزاي؟ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، فربنا أكيد قال وكلم الله موسى تكليما. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إيه العلامات؟ ربنا قال كده. إيه العلامات اللي ربنا بيقول إن أنا ببقى عارف أنا وأنا بقرأ القرآن إن ربنا كلم موسى تكليم؟ لكن وقال يبقى اديني وكلم الله موسى تكليما، ربنا قال كده. أيوه. قال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس بكتابي وبرسالتي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وربنا سبحانه كان ووعدنا موسى 40 لينا، وربنا اقابله سبحانه وتعالى وساله ما تلك في يدك، قال له ما تلك بيمينك في الاول، وقال له وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم اولئك على اثري وعددت اليك ربي لتضل، قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامرين. في حديث مباشر وربنا نص عليه سبحانه وتعالى. الصيغه بقى يا فندم، انا بسال على الصيغه. صيغه الصيغه بتاعت يعني هنا ربي ارني كيف تحيي الموت، وفي حديث برضو السيده مريم كلام. نعم. عن السيده مريم وجزي اليك بجزع النخل ساقط. الصيغه هل بتختلف الصيغه من كلام الحق سبحانه وتعالى للشخص نفسه؟ نعم. عن الوحي طبعا. الصيغه يعني عرفها ازاي؟ لا الصيغه يعني حضرتك قلت هنا قال يا موسى، هو الصيغه سيدنا موسى مع سيدنا موسى برضو قال له ربي أرني أنظر إليك، لما كلمه بقى
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. كلام الله كلام يليق بذاته، يتعالى بالنسبة لنا عن الأصوات والحروف والكلمات، كلام يليق بذاته، تكلم كلاما يليق بذاته، غير طريقة الوحي. الوحي معروفة ومنصوص عليها ربنا كده، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والوحي يعني كان عنه حضرتك قبل كده إلقاء في النفس أو رسول، إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. لكن أنا ما أقدرش أميز من الصيغة أن الحق سبحانه وتعالى هنا بيتحدث بنفسي، بيتحدث عن وحي، أثبت لنفسه كلام، لا غير وحي. أنا بقى الصيغة نفسها، النص نفسه بيفرق النص هنا عن هنا. هو هنا النص منصوص لواحد بعينه، فالباقي كله وحي. طيب أنا عندي سؤال تاني في النقطة دي برضه، عشان رائع نفت عليك ما شاء الله. يعني هل عندما كلم الله موسى عليه السلام تكليمه كان البادئ بالخطاب هو الله، وعندما كلم الله أو أوحى الله إلى أم موسى وإلى مريم وإلى آخره من الأنبياء كان البادئ بالكلام هو الشخص مش الله سبحانه وتعالى؟ في كل وحي هو من الله بداية، كل وحي هو من الله، بس هنا مثلا إيه، وإذ قال إبراهيم، يا إبراهيم هو اللي بدأ بالنص خلاص؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك يقول قال يا موسى أو يقول له وما تلك بيمينك يا موسى. بعض الناس قالت يعني هو ربنا مش شايف إيه اللي في إيده، يعني ربنا قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين مثلا، قال له في الوحي سيدنا جبريل قال له قرأ عليه الآيات. يعني الدلالة العلامة الوحيدة على أن الله كلم موسى عليه السلام فقط هي كلم الله موسى تكلم، أن الله أنزل نصا يثبت أنه كلم فلان بس غير كده الأصل لا. الأصل لا منين؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء. طيب هرجع تاني الموضوع الاطمئنان القلبي، اتفضل حبيبي. إذن سيدنا موسى يعني إحنا قدام اثنين أنبياء ولم تتكرر، وأنا لا أدري لماذا لم تتكرر. يعني أولا موسى يطلب علم اليقين أو عين اليقين، نعم. إبراهيم يطلب حق اليقين، نعم، عليهم السلام. عين اليقين أيضا هو عنده هو بيقول له هنا سيدنا موسى بيقول له قال ربي أرني أنظر إليك، صح؟ نعم صح؟ نعم، دي حقيقة اليقين، دي حقيقة اليقين. يبقى سيدنا موسى بيطلب حقيقة، ما خدهاش بس بيطلب حقيقة. سيدنا إبراهيم ما خدهاش من دي، بس خدها في غير النبي صلى الله عليه وسلم. أي بس أنا لحظة دكتور ناس، يعني سيدنا موسى بيطلب عين الحق، عين اليقين، حق اليقين، حق اليقين انه يشوف ربنا. طيب لكن سيدنا ابراهيم ما بيطلبش كده، بيطلع عين اليقين. هو عارف ان في احياء اموات، ولو تؤمن قال بلى انا مؤمن لكن عايز اشوف عين اليقين. يعني قدام نبيين، واحد بيطلب حق اليقين وواحد بيطلب عين اليقين. الاثنين عندهم علم اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم تحقق معه حق اليقين. ازاي؟ قال اني لارى الجنه رأي العين، رأيت في الجنة كذا، رأيت في فده حق يقين أنت بتسمع عنها، لكن أن يصل الإيمان إلى أن يراها فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه. ولذلك أحد السلف يقول رأيت الجنة رؤيا العين، فقالوا أنت شفت الجنة فين؟ قال رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أؤمن به أشد من إيماني ببصري، فبصري يزيغ وبصره لا يزيغ صلى الله عليه وسلم. طيب يا دكتور معلش، تفضل. لماذا لم يطلب أحد من الأنبياء بعد موسى وإبراهيم عليهم السلام أنه يرى الله أو يحيي الموتى؟ وهل كانت دي موديل أو باترون أو نموذج عشان الأنبياء ما تطلبش خلاص يعني؟ لا، هو مش لكل حادثة حديث، وبعد كده الأنبياء أصلا يعني هل ده كان نموذج للأنبياء ولا كان نموذج للعالم؟ فكرة ربي أرني أنظر إليك، لا أو هو ربي أحسن. كل القرآن قاعدة مهمة جدا، كل ما في القرآن ليس تاريخا يحكى ولا قصصا يقص، ولكنها منهجية لاستشراف المستقبل وإدارة الواقع. كويس. كل ما في القرآن كلامه، كل ما في القرآن إنما هو لضبط المحاضر واستشراف المستقبل. فالقرآن ده لازم للمستقبل مش للماضي، لأن احنا بنتعلم أكيد بنتعامل مع القرآن كلنا أو أغسرنا على أنه كنا بنتكلم عن تاريخ وسيرة وقصص. تمام. كل آيات القرآن إنما ترسم لنا مستقبلا نسير عليه وتضبط لنا حاضرا نعيش به. برضو هرجع لحضرتك، اتفضل.
النموذجين دول من سير الأنبياء. نعم. ربي أرني أنظر إليك. نعم. ربي أرني كيف تحيي الموت. نعم. النموذجين دول يا دكتور. نعم. كانوا للأنبياء. نعم. نموذج للأنبياء يتعلمون ولا للبشر بشكل عام؟ للكل. 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 أوكي طيب ما حضرتك بتقول لي لازم نرد الحاجات إلى عالم إلى خبير. نعم. إلى حاجات. نعم. طيب ما صح ده أمام حديث بيقول اللي هو الحديث بتاع إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ده اليقين. أيوة بس ده من عباد الله مش خريج جامعة الأزهر. أيوة ما حاجة لكده. مش خريج صيدلة. في فارق بين أن ترده إليه في العلم والمعرفة اللي هو الشك اللي وصل اليقين. أنا ممكن أشرح لك. أنا ممكن أشرح لك ويكون أنت بإيمانك أشد وأقوى مني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. مش حامل فقه. ما هو قال لك تبقى أنت، ما هو ده مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما هو أنا حامل علم ولم يعمل به فهو كالحمار يحمل أسفارا. وبالتالي أنا ممكن أقول النهاردة كلمة أو عظة أو ذكرى والناس يفهمونها ويعملون بها ويدخلون بها الجنة، وأنا لا أعمل بها أدخل بها النار بنفس الكلمة. وإنت نفسك نفس الشخص. أنا نفسي بنفس الكلمة التي هما دخلوا بها الجنة أنا أدخل بها النار لأني خالفتها ولم أستقم عليها. وبالتالي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. الناس استفادوا بها واستقاموا مع ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت ممكن يبقى لك تلميذ واسبقك مش كده، فأنت بتعلم. ولذلك في الحديث كده: رب حامل فقه إلى هو من إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، بلغوا عني ولو آية. النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم. فأنت بلغ ليه؟ لأن في التبليغ ستجد من يتفاعل مع التبليغ ومع العظة ومع ذلك أفضل منك مليون مرة. فتستثمر ذلك عند الله سبحانه وتعالى فيكون لك أحسن مما تفعل أنت. يعني مش شرط. يعني ممكن يكون واحد من عباد الله أشعص أغبر وأكثر علما من علي جمعة كتير قوي، كتير قوي من الناس اللي بيسألونا وبيستفتونا وبيجوا خايفين، بيجوا خايفين من ربنا وخايفين من لقاء ربنا وخايفين من عذاب ربنا. وإحنا بنديهم المعلومة وهو بينتفع بيها وأنا قد لا أنتفع بها، أنا قد لا أنتفع بها. أيوة. قد لا أستفيد بها، قد أكون مخزون معلومات، قد أكون ممري ذاكرة. أيوة. لكن هو خذ الكلمة الواحدة بقت عنده يقين، بقت عنده يعني معرفة، بقت عنده حقيقة، ويبقى هو ده اللي سبق. علشان كده جدتي وجدتك والناس دي تجد ان عندهم من اليقين ما ليس عند اهل الدكتوراه والماجستير. انا اعتذر جدا واعتذر جدا على جدتي وجدتي، ممكن يكونوا كانوا عبط. يعني انا بتكلم عن الازمات، في الازمات بجدهم اكثر ثباتا واكثر تسليما لله واكثر احتسابا عند الله سبحانه وتعالى ببساطة. ولا عندهم فلسفة ديكارت ولا ظنون مش عارف مين ولا شك مين، هم مسلمين كده يقول لك يا قدر الله ما شاء فعل، يا نصيبنا يا ابن هنعمل ايه، ويسلموا. وقديما من فخر دين الله سنة 606 هجريا قال: الفائز إيمان العجائز. هي دي الفائز إيمان العجائز، يعني اللي يفوز من إيماننا هو إيمان العجائز. لأن أنت إحنا خلنا فلسفة ودماغنا قفل، دخلنا في الحيط زي بيقولوا كده بالفلسفة. صح صح. لكن هم مسلمين ثابتين وموضوع بسيط خالص كده، وواحد كاتب كتاب كبير وعاملين له حفلة ضخمة وتكريم ضخم جدا. الست العجوز بتقوله ماله ده بتاع ايه الحفلة الضخمة دي؟ قالوا ده العالم فلان ده كاتب كتاب فيه 1000 دليل على وجود الله. قالت: متى كان الله غائبا حتى نحتاج إلى دليل لنتعرف على وجوده؟ أنا كنا محتاجين 1000 دليل، متى كان الله غائبا حتى نحتاج إلى كتاب يذكر 1000 دليل؟ لولا أنه كان عنده شك ما احتاج إلى 1000 دليل. طيب وسائل بقى تقوية اليقين ده يا دكتور؟ وسائل تقوية اليقين قبل كل حاجة التخلية. التخلية أننا أتجنب مصادر تشويه اليقين، أتجنب صحبة الزلل وصحبة الخبل وصحبة الشهوات والشبهات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في النبي الله بيقول للنبي كده صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أستاذ محمد قاعد
تدور على الشبهات حول الإسلام، شبهات الملحدين مش عارف إيه أقوال، علشان تشوفهم يقولوا إيه وإنت ما عندكش بضاعة، ما عندكش علم يعني. فبدع شبهتين ثلاثة لنفسك أنت كمان وقعت في الشرك، ولا أنت عارف تروح ولا تيجي. فتسليم نفسك ده، ولذلك ربنا لما طعن أو بينا على اليهود أو بني إسرائيل، ولك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، دي حاجة يقول لك سماعون للكذب أكلون للسحت، يعني واحد قاعد يقول أصل ده بيكذب، ده بينخع زي بتعبيرنا كده، يقول أي كلام، بس تقعد تسمعه تغطي نفسك ما تتأثر. أعطيك مثال حتى سياسي كده، عكاشة كان نموذج، الناس كده قاعدة تضحك عليه، بيتفرجوا عشان يضحكوا، لكن بعد كده كلهم بقوا عكاشة. طبعا صحيح. واحنا قلنا ايه خليه يضحكوا، ده بيجيب بط وزغب مش عارف ايه، لا ده خدي الناس واثر عليهم. فكثر السماع، سماعون للكذب، كل ما تسمع كذب كتير بينزل في نفسك، بيغرس في قلبك. يعني انت ترشد الناس او تنصح الناس يا دكتور بانه تبعدوا عن المصادر اللي ممكن تجهلك. أيوة. تعميك تؤذيك فكريا خليك مستقر. طب افرض ان دول اصحابي يا دكتور، اصحابي يعني واحد مصاحب علي علوكة وأشف كوخة، يعني ودول بيقعدوا يتكلموا في ايه؟ ما هو يعني هل ده لو عندنا رقابة في القناة كانوا حذفوا الاسمين دول، ما عندناش رقابة. مسألنا هلهو ماشي، او الرقابة تعبت معنا. لا يعني قصدي اقول واحد مصاحب، او واحدة، خلينا في واحدة، واحدة مصاحبة ست موظفة وست مش عارف ايه، او دكتورة، والتلاتة يعني اجهل من بعض، وهي حاسة بكده، هتعمل ايه معهم؟ دول جيرانها وقاعدين معاهم، هل في وسيلة لو يعني لو هي عندها شوية معلومات تجتهد علشانهم؟ وده حق اصحابها. يعني في فارق بين ايه؟ ان انا ما عرضش نفسي للمهالك دي وانا ما عنديش ادوات، او ان انا شايف الناس مساكين معايا، اصحابي زي ما حضرتك تفضلت كده، وجيراني واحبابي وبيتكلموا، وانا ممكن اساعدهم. اعمل ايه؟ اروح اقرا في كتاب متخصص في الموضوع ده، او اسال الاستاذ محمد متخصص في الجزئيه دي، او اجيب لهم واروح اقول له، او اجيب لهم جارتنا فلانه او صاحبتي فلانه اللي تعرف في الموضوع ده، وتقعد معانا كلنا وتحل لنا المشكله دي ونحلها على طول. لان احنا انت عندك شبهه وانا عندي شبهه، بنتكلم مع بعض فبتزداد لغايه ما تبقى عندنا اعتقاد، فبيفسد كل الذكرى اللي عندنا، فبنجتمع على باطل. وبالتالي من اكثر الحاجات اللي بتعيننا ده انك تتجنب ده، وإذا حصل خلخلة ما تحطهاش في نفسك. الراجل بقت عنده محبة للزنا ومش قادر ينساه، وشاب فمتصالح مع نفسه، مش بقى عايز يظهر لك إن أنا ملتزم، وبيقع في الزنا على طول. يا رسول الله إيه إذن لي في الزنا؟ اللي موجودين كانوا كسروا دماغه، حد يطلب كده؟ فدعا له النبي. طيب يعني عشان الوقت خلص مننا، يعني السمع حضرتك قلت، وايه تاني وسائل اليقين؟ التدبر في القرآن. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفلها؟ التدبر في القرآن بيرزق فهم، ايوه يرزق هدايه، فربنا يلقي في قلبك كلمه معنى يقربك منه. على فكره التفكر في القرآن ينقلك سنوات من الايمان، وده محتاجينه جدا. ايضا برضو سير الانبياء، ان انا زي حضرتك تفضلت كده اقرا سير الانبياء في الكتب الموثوقه، واشوف ازاي ايمانهم، اشوف موسى عليه السلام وهو ما معهش اي سبب خالص وربنا نجاه، اشوف نوح عليه السلام وهو ما معهش اي سبب وكانوا يمروا بيه يستهزئوا بيه، انت بتعمل سفينه واحنا في صحراء ومفيش ميه ويستهزئون بيه، فهو لكنه عنده يقين في الله سبحانه وتعالى. شوف يونس عليه السلام كل حاجه راحت من ايده وكل ادوات راحت من ايده، ولكن في البحر يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حتى يشوف الصحراء لما فرعون يعني طغى عليه وتجبر، قال اقطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلي بينك، كل وده فرعون، لكن لما امنوا ولا الكلام ده يهزنا ولا ياثر علينا ولا هنقلق ولا هنحزن ولا هنخاف ولا هنستكين. فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. ده اليقين. طيب انا عندي بس يعني عشان الوقت خلص للاسف، حكيت وقتي ما اعرفش علي والله بيقول لي يعني لسه وربع يا علي في حاجه صح؟ طب لو مستعجل هو حد يوصله. انا بس عايز اقولها يعني اتفضل. انا بس يعني لما عدى سيدنا موسى باليهود البحر وشافوا الايه وبعدين طلع هو الجبل، فهم عملوا عجل وبتاع وحاجات. نعم عملوا عجل لانهم كانوا عايزين يشوفوا فكره الله نفسه، يعني اله. ماشي. طيب ما هو ما غلطوش في حاجه، اذا كان سيدنا موسى نفسه قال لربنا ربي ارني انظر اليك. نعم يعني صحيح
موسى حصلت معاه المعجزة إنه الجبل وبتاع، لكن دي ما حصلتش مع بيت 600,000 يهودي. أيوة بس هم دول كانوا في طغيان وفي مظالم ضخمة جدا. تمام. ونقلهم موسى عليه السلام ورأوا آية عاشوها كيف تدخل الله سبحانه وتعالى لإنقاذهم، وأعطاهم آية رأي العين وجعل لهم البحر طريقا يبسا لا تخافوا ضركا ولا تخشى، فعدوا جنب الثاني على طول. وبالتالي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. طيب ما هو موسى امتى قال ربنا ربي أرني أنزل إليك؟ وهو في مقابلة مع ربنا أول الموضوع خالص. لا لا في اللقاء بعد ما عاد. مش في دي سيدنا موسى يعني. ما هي دكتور. طيب طب ما بعد ما عدى ماشي عدى زي زيهم. بس هو راح قال له ربي أرني أنزل إليك. دعاء إبراهيم عليه السلام. نعم. هذا مثل دعاء إبراهيم عليه السلام. هذا يريد قال وعد ما ربنا بيسأله قل له ما أعلنك عن قومك موسى، ما انت ما جيتش معهم ليه، ما انت متفقين. قال هؤلاء هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. بيحب ربنا قوي فعايز ايه يتعجل عليه. فزي سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم عايز عين يقين، فهو بيحب ربنا عايز حقيقة اليقين مش عايز حاجة يثبتها، ده محبة لله سبحانه وتعالى. لكن ده ضلال فارق بين واحد بيتمنى الدرجة الزائدة، وده بيرجع للفرعونية، الصنم اللي عنده كسر فبيشتري صنم تاني، فرعون اللي عنده مات فعمل فرعون تاني. لذلك قال ربنا سبحانه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ده العجل جوه، ده فرعون جوه، ده الطغيان جوه. انت مش كنت في مصر بعد حتى الثورة والناس بيقولوا ايه خلاص بقى، لكن امن الدولة ومش عارف ايه، وكانت الدنيا خلاص لكن الناس الخوف اللي جوه فضل جوه بصرف النظر عن معرفتنا بالتخطيط الثاني والثالث، وزي ما كنت بتكلم عن الطرف الثالث. لكن في ناس زي الطائر المحبوس، اتربى محبوس، فلو فتحت له الصندوق او بتاع كده بيرى ان الطيران ده جريمه، فهو اتربى على هذه العبوديه، اتربى على هذه زي بني اسرائيل يعني. فبالتالي طيب. لذلك تعبير القران عميق، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. نعم. طيب فوائد بقى اننا وصلت لليقين. طبعا اول فائده من اليقين الطمانينه، واعلم ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن لذلك قلبي. مرضت واذا مرضت فهو يشفين. حصل عندي مشكله، فقدت مشكله، فقدت عندي يقين ان ربنا يعوضني سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. طبعا عندي كمان من الحاجات المهمه جدا اللي الواحد بيستفيدها في ده، ان من ثمرات اليقين الامامه. يقول تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. الإمامة في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنال بأمرين، بالصبر واليقين. بالصبر والإيه؟ واليقين. ولذلك أهل اليقين أهل صبر، أهل مجاهدة، أهل عمل، أهل بذل، يصبروا وعندهم يقين في الله سبحانه وتعالى. دي الأسباب راحت، دي المسببات ذهبت، دي العدد بقى قليل، ده عدة العدو ضخم جدا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله إيه ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. طبعا حتى الطمأنينة دي هو مضطر عنده مشكلة، عنده كرب. أمن يجيب المضطر إذا دعا. طب أنا أعطيك أنا مثال في دي، أمن يجيب المضطر إذا دعا ربنا. طب مش مضطر يستجيب دعوته؟ والله سؤال كويس بس انا مش عندي اجابه. اذا هو بيقول كده امن يجيب المضطر، اذا تمام مش مضطر ما يجيبش دعوته. اللي مش مضطر؟ وانت عارف منين؟ هو قال انا ان يجيب المضطر اذا دعاه. اقول لك انا حضرتك بتقول دلوقتي المضطر اللي هو ايه في البحر مثلا اللي مزنوق في حته مزنوق في اي حاجه وعنده مشكله فدعا ربنا. ربنا هو اللي بيستجيب. طب اللي مش مضطر؟ اللي مش مضطر اللي هو ايه بقى؟ مش مضطر يعني لما ادعي ربنا انا مش مضطر اقول له يا ربي هات لي 50 مليون مثلا كده مش هيجيب لي الدعوه. انا هقول لك بقى ايه. وانت عارف مين الدكتور؟ من هو ربنا قال كده اصبر عليه بس. بس علي مات فوق. انا عشان كده بقى عايز خلاص لا 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 خد راحتك. بس سيبك من علي. المضطر سقطت اسبابه. المضطر مريض سقطت اسبابه. أو فقير سقطت أسبابه، أو مظلوم سقط أسبابه. سقط أسبابه بمعنى إن هو كان مريض شفي. لا
سقطت اسبابه مش ما فيش امل كتير بقى خلاص يعني مضطر فقير فمضطر يقول يا رب انا مظلوم يا رب انا فقير يا رب انا مريض اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض طيب اللي مش مضطر دعوته ما تترفعش اصلا ليه بقى؟ لانه بيدخل على الله بغنى مش مكسور بيدخل على الله معتمد على انه معاه بيعتمد على انه مخطط فين بقى الاثبات؟ ها؟ الاثبات هو ربنا كده ما يجيب مضطر اذا دعاه طيب وفي الحديث بس ما وفي الحديث ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله وقال تعالى صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فالإقامة الإجابة دي ان انا ببرأ من حولي وقوتي الى حوله وقوتي زي الرجل بتاع سورة الكهف بتاع الحديقة صح؟ اللي هو كان شايف ان دي لن تفنى ابدا وستبدل بالضبط كده مش كده؟ فانت معتمد على ايه؟ لو انت رايح بتقول ما انا كده احنا بندعي كلنا اللهم اغفر لي وارحمني لكن لو انت مضطر له ليه وتقول يا رب اغفر لي وانت بينك وبينه او بتبكي بين يدي او تضرع ده فرق كبير جدا او انا اقول له ربنا ثبتني وانا في نفسي ما احنا ثابتين وزي الفل احنا في حد احسن منا من دول الحاجه تنجي عليها فانت معتمد على ده الدعاء عشان يستجاب لابد من كمال الذل له لله وكمال الاعتماد عليه لكن والتخلي الله لكن اللهم ارزقني الحمد لله انا عندي شغل كويس وعندي ثروه فكلما ازداد الفقر لله كلما تيقن الانسان من الاجابه وبالتالي احنا عايزين حاجتين في حاجه مهمه جدا وفي الدعاء لابد ان مش ما يكفيش حتى انك تكون انت مضطر بس ده لازم تكون موقن انه هيجيبك لكن لو انت داخل وشاكك طب دعيت كتير يا دكتور واحد اتهانى دعاء كويس جدا ودعاء خير يعني أكيد. انه عايز يتجوز تفيده مثلا وما بيحصلش بقى له 5 سنين عمال يدعي او واحد عايز يخلف واحد ومراته بقى عمالين يروحوا العمره ويرجعوا من العمره ويروحوا العمره ورايحين عند الدكتور وجايب وتحاليل وما بيحصلش قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل بغير إثم أو قطيعة رحم أي بغير إثم إلا أعطاه الله تعالى 3 أي إما أن يعجل له بدعوته وإما أن يؤخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ما فيش حاجة اسمها دعوة مش مستجابة لأن ربنا العظيم قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا طيب سؤال أخير يا دكتور عشان الوقت خلص فعلا كلمة الظن اللي وردت في بعض آيات القرآن الكريم زي وظنوا أنهم ملاقوا ربهم في ظن بمعنى اليقين وظنوا أنهم ملاقوا ربهم خلاص وظنوا أنه الفراق وظن تيقنوا أنه الفراق ولكن في ظن بمعنى الشك اللي هم بيشكوا في القيامة إن نظنوا إلا ظن عن الساعة يقول لك إن نظنوا إلا ظن ونحن مستيقنين دول دلالة الشك في العقيدة المشكلة عند في الظن والمشكلة عند من يفعل هذا التصرف فالظن قد يأتي بمعنى المعرفة أو بمعنى التردد أو بمعنى عدم التيقن اللي هم الشك إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين وبدل من سيئاتهم عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون شكوا في العقيدة شكوا في الأخرة يعني الظن الإيجابي نعم. يقين نعم نعم الظن السلبي ظن بمعنى سيء سيء ولذلك قال لك وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا افتكروا حسبوا وهنا بمعنى حسبوا حسبوه غلط فهو ظن بمعنى يقين ماشي وظن انه الفراق تيقن الفراق قصد وفي شك ومعنى بمعنى حسبها كده وظنوا انهم مانعتهم حصون الله وفي ظن بمعنى الشك والتردد إن ظنوا إلا ظنوا ونحن مستيقنين يعني كل ظن إيجابي فهو يقين فهو يقين طبعا أي ظن سلبي فهو نوع من الشك سلبي بالضبط كده وضد اليقين طيب على كل حال للأسف ويقول لك وقال الذي ظن أنه ملاقي ربه إيه؟ اذكرني عند ربك وقال الذي ظن أنه ناج منهما سيدنا يوسف عليه السلام في السجن لما يعني فصل لهم الرؤية وقال وقال ظن انه ناجي من هو اذكرني عند ربك ظن ولو ان هو مفسر البتاع وعارف انه هينجو يعني سيدنا يوسف كان عارف ان اللي هو الثاني اللي بيسقي ربه خمرا ده هيطلع وهيبقى زي الفل ومع ذلك وظن الذي هتجد ظن بمعنى يقين ظن بمعنى علم ظن بمعنى تردد ظن بمعنى حساب انه بيحسبها كده فعلى حسب السياق الايه بيدل المعنى بدلاله مختلفه
أنا عايز أقول لك كلمة يا دكتور في الآخر يعني. أنت كنت متألق النهاردة الحياة دكتور. الله يبارك فيك أستاذ محمد. الله ما شاء الله عليك. إحنا في حاجة ماسة إلا أن نتيقن فيما عند الله تعالى، فلا نهتز بالأحداث الظاهرية، ولا نهتز بقوة جبار، ولا قوة ظالم، ولا قوة متكبر. الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الآية الكريمة اللي بتقول لما تحصل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، دي اليقين. خلاص أنت سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، عليك أن تقوم بالواجب وتأخذ بالأسباب وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. وما قدره الله هو الخير. إن قدر لك يعني الخير أن تكون على الحق، وبقى إيه مت على الحق فهو الخير، فضلت على الحق فهو الخير. لكن إحنا للأسف شديد ربينا إننا فقط انتصر لما أهلك عدوي. لا مش شرط ده إهلاك العدو، ده بالتعبير كده أجل إضافي أوفر تايم. لكن أنت الحق اللي عندك إنك إيه، خد الآية دي وخلاص، أنا عشان عليها يقتلنا. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ربنا بيعرض عني كده، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النهر ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. حلو كده، خدت جزاءك اهو. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. إحنا واجبنا إن إحنا نبذل وإن إحنا نسعى ونجتهد وهي أجرنا. وفي حاجة هو بيجيبها في وقت هو يريده بقى، إنه يهلك العدو ده. احنا في مصر احيانا كتير يقول لك الاثنين دول ب10 جنيه والثالثه مجاني، تقول له ممكن تديني الثالثه مش هاكل الاثنين دول، مش عايز الاثنين. فاحنا في الغالب كده. ربنا يفتح عليك الدكتور جمال الشطار الامين عام مجله علماء اهل السنه، بشكرك جدا، شرفتنا وانتعتنا النهارده. الله يسعدك ويحفظك، بارك الله فيك. الحلقه خلصت والله على اطيب ما يكون، وبكره ان شاء الله دي اخر حلقه الاسبوع ده، لكن خليني اقول لكم ان شاء الله اشوفكم، او يعني في حلقه بكره كلام كبير او ما فيش، ما اعرفش يعني، انا ما عنديش فكره الحقيقه، لكن غالبا الموسم خلص، فغالبا ان شاء الله بكره. انا بقى القاكم بكره على الصفحه بتاعتي في بث مباشر، وقصه او يعني قراءه جديده لقصيده لا تصالح للشاعر الكبير الله يرحمه امل دنقل. فاللي مهتم بكرة أبقى سعيد لو شفت الساعة 8 على البث المباشر. إلى أن ألقاكم بكرة إن شاء الله بث مباشر، ويوم السبت في مصر النهاردة، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.